الاسم ديالي نبيلة نواح، رئيسة جمعية نبيلة للأعمال الاجتماعية ورئيسة ديال إقليمية للمرأة ديال منظمة جمع الشمل الصحراوية الملكيين. حنا اليوم كنتواجدوا في عمالة حمولة رشيد بالضبط في مستشفى بنسيك من أجل التبرع بالدم، وهذا نداء من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وجميع المواطنين كيف ما كتشوف راهم متواجدين، حنا من 8 الصباح بالاخص انني تنشط بزاف في التبرع بالدم وكندير حملات ديال التبرع بالدم كثيره. واليوم حنا متواجدين باش نتبرعوا بالدم وباش نوجهوا الناس انهم يكونوا قد هذه المسؤوليه، لان راه ضحايا الزلزال محتاجين لهذا التبرع. ودائما شعارنا هو الله الوطن المالي. خويا ما كذبش عليك، صراحه كاينين منكوبين اللي بكينا معاهم لان احنا كنا خوت عزله في منطقه عين السباح محمدي. اليوم جينا لبينا النداء وراء رئيس مقاطعه عين السباح يوسف الدينيه للتبرع بالدم، وهذا نداء ان شاء الله كنوصلوا جميع ساكنه عين السباع باش يلتحقوا مركز سيدي عثمان للتبرع بالدم. واخر كلام رحمه الله على شهداء الوطن، والله يرحم جميع شهداء الوطن والمغرب. الحمد لله هذه الامور هذه الكوارث هي اللي كتبين التلاحم والتقاطع بين الناس اجمعين. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الاسر اللي مازال منكوبه والاسر اللي الجرحى الشفاء العاجل. وكنشكروا قناه صوت العداله على ديما المواكبه ديالها ديال جميع الاحداث، وشكرا بزاف. فتح عطاري اعلاميا الافق المغربي وفاعله جمعويه ومضعفه، جينا لهذا الحمله ديال تبرع الدم من اجل الضحايا ديال الزلزال والناس المصابين في منطقه سيدي عثمان. جاو جميع المقاطعات بنسيك، سباته، مولاي رشيد، عين السباع. كنشكروهم كاملين وكنشكروا السلطه اللي هي حتى هي كتواجد هنا وحتى هي كتبرع بالدم. كنشكروا الاطباء اللي هما موجودين وحاضرين وموفرين للناس جميع يعني لوازين. شكرا لجميع الاعلاميين، شكرا لجميع الناس اللي هما منظمين يعني هاد التبرع ديال الدم. كنقول هذا دعاء، كنقول للناس بانهم يتواجدوا يجيو يحضروا، راه باقي واحد الاسبوع وباقي مسيره يعني طويله للتبرع ديال الدم. معكم سفيان نوار، كنشكر صوت العداله وخويا ابراهيم الصحفي النزيه اللي عيط عليا باش نعطي الكلمه بحق هاد التبرع ديال الدم اللي كاين اليوم. كنشكر هاد الناس هادو اللي داروا هاد الفرصه هادي. حنا بدورنا كمواطنين لما لقيتي ما تعطي حاجه سهله وبسيطه هي الدم، عندك اجر كبير. وهذوك الناس حنا راه هما ماتوا الله يرحمهم، ولكن حنايا بغينا نعاوموهم وندعموهم، ولكن الله غالب. الحاجه اللي قدينا عليها هي الدم، والدم راه نتمنى يا ربي يوصل ليهم. وما كرهتش انا نعطي ونعاود نعطي ونعاود نعطي، والله العظيم قسما بالله انا واقف على رجليا. تولوا كيقولوا لي قلت لهم نعاود نعطي مره اخرى، قالوا لي صافي بارك عليك وتحياتي ليك. وكنشكركم المنبر الاعلامي الزوين اللي صراحه ما كنسمع عليه الخير ونزيه، وتبارك الله عليك. وكاع الصحافه اللي عنده صوت العداله معروفه بالنزاهه والشفافيه، تحياتي لكم من عند خوكم سفيان نوار. عزيز حناتي شاف ديكيب ديال المانتونونس وكاتب عام المكتب ديال الجهوي ديال لوطروا. بالنسبه لليوم شنا الناس كلشي كيتبرع بالدم على داكشي اللي وقع ديال الزلازل في مراكش والنواحي ديالو، وحتى حنا كعمال نظافه جينا باش نساهموا في التبرع. والحمد لله دابا راه جاوا الاخوان ديالنا، وغدا ان شاء الله غتكون واحد القافله داخل شركه ارما باش هي راه دايرين معاهم باش يتبرعوا الناس. كلشي تالم، كلشي من الناس مساكن، كاين اللي بات في الزنقه، كاين عائلته ماتت هو هنا وعاد غير شي ترونسبور وغيمشي حتى لعائلته باش يشوفها. يعني كان واحد الناس كلشي وقع فيه الحال، يعني كان داكشي محزن بزاف. كنتمنى كلشي يجي يتبرع باش هاد الماده هادي باش تكون موفره للناس كاملين. وشكرا. يوسف السنيه رئيس مقاطعه عين السباع.
المنتخبين وسكنة عين الصباح كيتفاعلوا مع النداء الواجب الإنساني والديني والوطني مع الفاجعة اللي أصابت وطننا الحبيب. وحنا هنا باش نأديو الواجب وكندعو بأي سكينة ديال عين الصباح وكاع ديال الدار البيضاء والجميع باش ينخرطوا في هاد العملية التبرع، والله يحفظ بلادنا ونطلبوا ديما اللي كنبغيو الخير بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة نصر الله. المواطنين اللي تفاعلوا مع النداء اللي دارت مقاطعة عين الصباح للأسف ما عندناش واحد للمركز في عين الصباح، وإلا كان غيكون العدد كثير كثير. وحنا الآن كندرنا ملتمس للمندوب ديال وزارة الصحة باش يدير لينا المركز عندنا في عين الصباح، وديك الساعة غادي يجيو الناس بالمئات بالآلاف باش يتفاعلوا مع هذا الواجب الإنساني. وكنعزيوهم وهذا يعني كنا تصابينا، وأنا نقول إنسانية كرة تصابت ملي كيتصابوا في موريتانيا في الجزائر في أوروبا، راه كنا بشر كنتفاعلوا معاهم، ولهذا خصنا نقاوم من هذه الحملات. وهذا ماشي غريب على الشعب المغربي اللي معروف بالإنسانية ديالو وهذه التضحية ديالو.